أنا أتكلم أنه في كوريا الجنوبية طبعا نوعية المشاريع والموجودة والاتفاق القائم التعامل هناك استثمار حقيقي. أنا أقول دائما ما يرسم الطرف الآخر ماذا لدى السعودية من برامج في برامج رؤية المملكة، وهي برامج تقوم على مرحلتين. الحاجة الأولى، الحاجة الأولى هي الحاجة الاجتماعية، تغذية المجتمع، والحاجة الأخرى طبعا تجدول على حسب الإمكانات والظروف والقدرات. بالتالي في مسارات، في مشاريع مطروحة ومجدولة لكنها قد يتأخر تنفيذها، إما لاستهداف الطرف الآخر من يكون أكثر مناسبة وملائمة وقدرة على تحقيق المتطلبات، أو لأنه في أولوية لمشاريع معينة يتم تنفيذها بالدرجة الأولى أساسا لحاجة المجتمع إليها أو لحاجة الاقتصاد إليها. لذلك مثلا في كوريا الجنوبية مع الرؤية السعودية لكوريا المشتركة، وهذه أيضا التسميات هذه واحدة من ملامح المملكة العربية السعودية، من ملامح سياسة الأمير محمد وبرامج الرؤية، أنه لابد أن يكون عند الطرف الآخر صورة مقابلة نعمل عليها سويا. نعم. فبالتالي لازم تشراك. ولذلك أعتقد أن الأمير محمد عندما اختار أن يجلس مع رؤساء الشركات قصدا أن يوضح ويشرح لهم ما هي رؤية المملكة وما هي متطلبات المملكة. صحيح. ليس مجرد تعاقدات تجارية، المملكة تبحث عن شركاء مستديمين. صحيح. المملكة توطن التقنية، توطن صناعة السلاح، توطن الزراعة، توطن المملكة تريد أن تكون مغذي للعالم وللمنطقة بدرجة أولى. نعم. في الإنتاج، وهي تمتلك الإمكانات الأولية والمواد الأولية بشكل كبير. نعم. إذن تطوير الصناعات وقدراتها. المملكة لا تريد، رؤية الأمير محمد تقوم أساسا أن المملكة لا تتكي على الخارج. نعم. أن المملكة تمتلك هذه القدرات لأن تكون هي صاحبة إنتاج. صحيح. واحدة من المعوقات النمو الاقتصادي والاستقرار والقوة والاستقلالية أن تكون عينك خارجية أكثر منها داخلية، وأن تكون منتظرا من الآخر أكثر من أن تكون مبادرا. والقوة أنك تكون أنت مورد مغذي، اليوم المملكة مركز للنشاط حول المنطقة، تملك الإمكانات المختلفة للقيام، تغذي هذه الصناعة تطورها، ستصبح على الأقل هي ستنشي دوائر تخدم هذه، ستكون هي المغذية للخليج، مغذية للعالم العربي، مغذية للمناطق المحتمة. ولا ننسى بس عودة زيارة الأمير إلى اليونان والاتفاق على صناعة، يعني لديك اليونان، لديك آسيا، لديك قمة المناخ في مصر، في شرم الشيخ، يعني إنتاج، أنت تحول اليونان، تبني السعودية واليونان تشارك لإمداد أوروبا بالكهرباء. نعم. في جوانبنا. نعم. هذه رؤية ليست فقط مشتركة. بالتالي المشاريع اللي نتكلم عليها ليست مشاريع تنفيذية، هي مشاريع بناء. خليني أخذ اللقطة هذه. إذا نظرت إلى خريطة المملكة العربية السعودية بطريقة الرسمة، تجد أنه ولي العهد السعودي من خلال الرؤية، من خلال سياسة الدولة، يتحرك وفق الحدود والمنافذ بمصلحتها، بمنتجاتها، بما تتوقع منها. بعض المناطق للتهدئة السياسية، بعض المناطق للانفتاح على أوروبا، بعض المناطق انطلاقا إلى آسيا. هل ملاحظتي دقيقة؟ صحيح. يعني لما تشوف نيوم انفتاح على أوروبا، اللي انفتاح على العالم أجمع. أي بالنسبة لليونان هي البوابة. البوابة فيها انفتاح. لا يعني نقول إحنا يعني بكل فخر حقيقة إنه هذه هناك خريطة مرسومة واضحة جدا ومختلفة. نعم. هناك كأنه دراسة كاملة للمملكة جغرافيا، ومن ناحية ثرواتها الطبيعية، ومن ناحية استثماراتها، ومن ناحية بشكل أساسي إنه توطين التقنية والمهارة لأبنائها، يتحولون هو إلى قوة إنتاجية وليس مجرد قوة سلاكية. طيب أنا